بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس تفسير سورة ياسين للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 49 وما بعدها إلى الآية 54 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام في تفسير قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي لا ينتظرون إلا الصيحة المعلومة، والتنكير للتكثير. فإن قيل هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدمها، فنقول الانتظار فعلي لأنهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله عز وجل وقدرته وعلمه. أو نقول لما لم يكن قوله متى استفهاما حقيقيا قال ينتظرون انتظارا غير حقيقي، لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله. وقد ذكروا هاهنا في الصيحة أمورا تدل على هولها وعظمها، أحدها التنكير، يقال لفلان مال أي كثير وله قلب أي جريء، وثانيها قوله واحدة أي لا يحتاج معها إلى ثانية، وثالثها قوله تأخذهم أي تعمهم بالأخذ وتصل إلى من في مشارق الأرض ومغاربها، ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظيما. وقوله تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون مما يعظم به الأمر، لأن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف، فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده، بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول، يكون الارتجاف أتم والإخافة أعظم. ويحتمل أن يقال يخصمون في البعث ويقولون لا يكون ذلك أصلا، فيكونون غافلين عنه، بخلاف من يعتقد أنه يكون فيتهيأ له وينتظر وقوعه، فإنه لا يرتجف. وهذا هو المراد بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي ممن اعتقد وقوعها فاستعد لها. وقد مثلنا ذلك في من شام برقا وعلم أن سيكون رعد، ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد
ترى الشائم العالم ثابتا، وترى الغافل الذاهل مغشيا عليه. ثم بين شدة الأخذ وهي بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا. وفيه أمور مبينة للشدة. ثم بين شدة الأخذ وهي بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا. وفيه أمور مبينة للشدة، أحدها عدم الاستطاعة، فإن قول القائل فلان في هذه الحال لا يوصي دون قوله لا يستطيع التوصية، لأن من لا يوصي قد يستطيع التوصية. الثاني التوصية وهي بالقول، والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل، فقال لا يستطيعون كلمة، فكيف يستطيعون فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم. الثالث اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة لهم على أهم الكلمات، فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس. الثالث اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له على أهم الكلمات، فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس. الرابع التنكير في التوصية للتعميم، أي لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة، فالعاجز عنها عاجز عن غيرها. الخامس قوله تعالى ولا إلى أهلهم يرجعون، بيان لشدة الحاجة إلى التوصية، لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها، وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية، فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة. وفي قوله ولا إلى أهلهم يرجعون وجهان، أحدهما ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا بأهاليهم، وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية. وثانيهما أنهم إلى أهلهم لا يرجعون، يعني يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا. ومن يسافر سفرا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأتي بالوصية. ثم بين ما بعد الصيحة الأولى فقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي نفخ فيه مرة أخرى كما قال تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. وفيه مسائل، المسألة الأولى قال تعالى في موضع آخر في سورة الزمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال ها هنا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والقيام غير النسلان. وقوله في الموضعين فإذا هم يقتضي أن يكونا معا. نقول الجواب عنه من وجهين، أحدهما أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر، وثانيهما أن السرعة مجيء الأمور كأن الكل في زمان واحد، أن السرعة مجيء الأمور كأن الكل في زمان واحد، كقول القائل مكر مفر مقبل مدبر معا، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. المسألة الثانية
كيف صارت النفختان مؤثرتين في أمرين متضادين هما الإحياء والإماتة؟ نقول: لا مؤثر غير الله عز وجل، والنفخ علامة. ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام، فعند الحياة كانت أجزاء الحي مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق، وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلها فحصل فيها اجتماع. فالحاصل أن النفختين تؤثران تزلزلا وانتقالا للأجرام، فعند الاجتماع تتفرق وعند الافتراق تجتمع. المسألة الثالثة: ما التحقيق في إذا التي للمفاجأة؟ نقول: هي إذا التي للظرف، معناها أو معناه نفخ في الصور فإذا نفخ فيه ينسلون، لكن الشيء قد يكون ظرفا للشيء معلوما كونه ظرفا، فعند الكلام يعلم كونه ظرفا، وعند المشاهدة لا يتجدد علم، كقول القائل: إذا طلعت الشمس أضاء الجو، وغير ذلك. فإذا رأى إضاءة الجو عند الطلوع لم يتجدد علم زائد. وأما إذا قلت: خرجت فإذا أسد بالباب، كان ذلك الوقت ظرف كون الأسد بالباب، لكنه لم يكن معلوما، فإذا رآه علمه، فحصل العلم بكونه ظرفا له، وأحدث مفاجأة عند الإحساس، فقيل: إذا للمفاجأة. المسألة الرابعة: أين يكون في ذلك الوقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ نقول: يجمع الله عز وجل أجزاء كل واحد في الموضع الذي قبر فيه، فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه. المسألة الخامسة: الموضع موضع ذكر الهيبة، وتقدم ذكر الكافر، ولفظ الرب يدل على الرحمة، فلو قال بدل الرب المضاف إليهم، لو قال لفظا دالا على الهيبة بدل الرب، هل يكون أليق أم لا؟ قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون، لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندما من غيره. المسألة السادسة: المسيء إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والنسلان هو سرعة المشي، فكيف يوجد منهم ذلك؟ نقول: ينسلون من غير اختيارهم. وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى في سورة الصافات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ذكرنا أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته، حيث ينفخ في الصور فيكون في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيامة وعدو وقيام عفوا وعدو في زمان واحد. ذكرنا في سورة الصافات في تفسير قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته، حيث ينفخ في الصور فيكون في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحد. فقوله: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني في زمان واحد ينتهون إلى هذه الدرجة، وهي النسلان الذي لا يكون إلا بعد مراتب. ثم قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني لما بعثوا قالوا ذلك، لأن قوله ونفخ في الصور يدل على أنهم بعثوا. وفيه مسائل: المسألة الأولى، لو قال قائل: لو قال الله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا، كان أليق. نقول: معاذ الله، وذلك لأن قوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها ويحييها ويحركها، بحيث يقع نسلانهم في وقت النفخ، مع أن ذلك لا بد له من الجمع والتأليف. فلو قال يقولون لكان ذلك مثل الحال لينسلون، أي ينسلون قائلين يا ويلنا، وليس كذلك، فإن قولهم يا ويلنا قبل أن ينسلوا، وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد. المسألة الثانية، لو قال قائل قد عرفنا معنى النداء في مثل يا حسرة ويا حسرة في سورة الزمر، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويا ويلنا، ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله عز وجل حيث قال يا حسرة على العباد من غير إضافة، وقالوا يا حسرة ويا حسرتنا ويا ويلنا؟ نقول حيث كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم إلا بحاله أو بحال من قرب منه، فكان كل واحد مشغولا بنفسه، فكان كل واحد يقول يا حسرتنا ويا ويلنا. فقوله تعالى قالوا يا ويلنا أي كل واحد قال يا ويلي. وأما حيث قال الله عز وجل ذلك، قال على سبيل العموم لشمول علمه بحالهم. المسألة الثالثة، ما وجه تعلق من بعثنا من مرقدنا بقولهم يا ويلنا؟ نقول لما بعثوا تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل عليهم السلام، فقالوا يا ويلنا من بعثنا، أبعثنا الله البعث الموعود به أم كنا نياما فنبهنا؟ وهذا كما إذا كان إنسان موعودا بأن يأتيه عدو لا يطيقه، ثم يرى رجلا هائلا يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول هذا ذلك أم لا؟ ويدل على ما ذكرنا قولهم من مرقدنا، حيث جعلوا القبور موضع الرقاد، إشارة إلى أنهم شكوا في أنهم كانوا نياما فنبهوا أو كانوا موتى، وكان الغالب على ظنهم هو البعث، فجمعوا بين الأمرين فقالوا من بعثنا، إشارة إلى ظنهم أنه بعثهم الموعود به، فجمعوا بين الأمرين فقالوا من بعثنا، إشارة إلى ظنهم أنه بعثهم الموعود به، وقالوا من مرقدنا، إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباه. المسألة الرابعة، هذا إشارة إلى ماذا؟ من مرقدنا هذا، اسم الإشارة هذا إشارة إلى ماذا؟ نقول فيه وجهان، أحدهما أنه إشارة إلى المرقد، كأنهم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، فيكون صفة للمرقد، يقال كلامي هذا صدق. وثانيهما أن هذا إشارة إلى البعث، اسم الإشارة هذا إشارة إلى البعث، أي هذا البعث ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون. المسألة الخامسة، إذا كان قوله هذا صفة للمرقد، فكيف يصح قوله تعالى ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ نقول يكون ما وعد الرحمن مبتدأ خبره محذوف، تقديره ما وعد الرحمن حق والمرسلون صدقوا، أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق، هذا على أنه مبتدأ خبره محذوف، والأول أظهر لقلة الإضمار. أو يقال ما وعد الرحمن خبر، أو ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف، هذا وجه آخر، ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من البعث ليس تنبيها من النوم، وصدق المرسلون فيما أخبروكم به. المسألة السادسة، إن قلنا هذا إشارة إلى المرقد أو إلى البعث، فجواب الاستفهام بقولهم من بعثنا أين يكون؟
نقول لما كان غرضهم من قولهم من بعثنا حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه، حصل الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيها، كما أن الخائف إذا قال لغيره ماذا تقول أيقتلني فلان، فله أن يقول لا تخف ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه، وبه يحصل الجواب. ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة، يدل على النفخة قوله تعالى ونفخ في الصور، ويحتمل أن يقال إن كانت الواقعة إلا صيحة واحدة، وقرأت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة، وقرأت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة بمعنى ما وقعت إلا صيحة. وقال الزمخشري لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال إن كان، لأن المعنى حينئذ ما وقع شيء إلا صيحة، لكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر. ويمكن أن يقول الذي قرأ بالرفع إن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة تأنيث تهويل ومبالغة، يدل عليه قوله ليس لوقعتها كاذبة فإنها للمبالغة، فكذلك هاهنا قال إن كانت إلا صيحة مؤنثة تأنيث تهويل، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها. والزمخشري يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة، وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة. وقوله محضرون دل على أن كونهم ينسلون إجباري لا اختياري، ثم بين ما يكون في ذلك اليوم بقوله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فقوله لا تظلم نفس ليأمن المؤمن، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لييأس المجرم الكافر. وفيه مسائل: المسألة الأولى ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله ولا تجزون، وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله لا تظلم نفس شيئا ولم يقل ولا تظلمون أيها المؤمنون؟ نقول لأن قوله لا تظلم نفس شيئا يفيد العموم، وهو كذلك فإنها لا تظلم أبدا، ولا تجزون مختص بالكافر، فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يعمل، فإن لله تعالى فضلا مختصا بالمؤمن وعدلا عاما، وفيه بشارة. المسألة الثانية ما المقتضي لذكر فاء التعقيب في قوله فاليوم؟ نقول لما قال محضرون أي مجموعون، والجمع للفصل والحساب، فكأنه تعالى قال إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل، فلا ظلم عند الجمع للعدل، فصار عدم الظلم مترتبا على الإحضار للعدل. ولهذا يقول القائل للوالي أو للقاضي جلست للعدل فلا تظلم، أي ذلك يقتضي هذا ويستعقبه. المسألة الثالثة لا يجزون عين ما كانوا يعملون، بل يجزون بما كانوا أو على ما كانوا يعملون، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يدل على أن الجزاء بعين العمل، لا يقال جزى يتعدى بنفسه وبالباء، يقال جزيته خيرا وجزيته بخير، لأن ذلك ليس من هذا، لأنك إذا قلت جزيته بخير لا يكون الخير مفعولك، بل تكون الباء للمقابلة والسببية، كأنك تقول جزيته جزاء بسبب ما فعل. فنقول الجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة،
وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه. فنقول قوله تعالى يجزون بما كانوا يعملون كأنه في المساواة عين ما عملوا. يقال فلان يجاوبني، يقال فلان يجاوبني حرفا بحرف، أي لا يترك شيئا، وهذا يوجب اليأس العظيم. الثاني هو أن ما غير راجع إلى الخصوص، وإنما هي للجنس، تقديره ولا تجزون إلا جنس العمل، أي إن كان حسنة فحسنة، وإن كان سيئة فسيئة، فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة. وهذا كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية 54، ونقف عند الآية 55، وهي قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.